نجحوا الآن الأحزاب الإدارية عندهم الشرعية، كسبوا الشرعية أكثر من الأحزاب اللي كانت أحزاب ديمقراطية وتقدمية، وأصبح الصراع اللي شائع أكثر داخل هذه الأحزاب هو الحملة، هو العمل الانتخابي وكسب الأصوات الكبيرة، كسب الأسماء، ماشي برنامج، ماشي أفاق سياسية، ماشي إقلاع اقتصادي واجتماعي وكذا، بل كيف يمكن واحد يكسب أكثر باش يطلع رئيس حكومة في المستقبل ولا وحق مشروع على كل حال. زعما انت ما كنتيش باغي توصل وزير، ولكن دابا كي باغي توصل مشروع على واش على اي اساس؟ على اساس انتخابي زعما، ما فيها بس ولكن انتخابي الانتخابات، نعم انتخابات الناس تيكافحوا انه تعطي الوعود للجماهير، اش غادي نحققوا لهاد الجماهير، اش غادي نعملوا في الميدان الاقتصادي، اش ميدان التعليم، في ميدان اسمه الصحة، في ميادين اجتماعية، كلها يكون برنامج اللي تدافع عليه واحد، وتيكون تحالفات كذلك تكون على أساس برنامج، مش على أساس نكسبوا الأغلبية باش نطلعوا الانتخاب.